بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الرحمن عزي معكم من موقع xq55.net، أقدم طريقة عمل باك اب للأسماء بدون برامج. قد شرحت هذه الطريقة سابقا ولكن شرحتها بالصور، الآن سأشرحها بالفيديو. اذهب للأسماء ثم اضغط على منيو، ستجد خيار باسم Import Export، وللأجهزة العربية سيكون استيراد وتصدير، اضغط عليه. ستجد مجموعة من الخيارات، المطلوب هو Export to SD Card الخيار الثاني، أي تصدير للبطاقة، اضغط عليه. سيقول لك سيتم حفظ هذا الملف بأصفار ثلاثة في الذاكرة الخارجية، اضغط OK. يقول لك أن لديك 547 اسم، الآن تم وضع هذه الأسماء على الذاكرة الخارجية. اذهب لمتصفح الملفات على الامتداد التالي وهو SD Card External SD، ستجد متواجد هنا. الآن نريد التالي، نريد أن نرجع هذه الأسماء، نعمل لها ريستور. اذهب للأسماء، بفرض أنك عملت فورمات للجهاز أو ليس لديك الأسماء، هذه الأسماء غير متواجدة، اضغط منيو ثم اذهب لاستيراد تصدير Import Export من جديد. ستجد مجموعة من الخيارات، المطلوب هو Import from SD Card وهي الاستيراد من البطاقة، اضغط عليها ثم اختر أين تريد أن تضع هذه الملفات، اضغط على المكان الذي تريد ثم اضغط Import VCard File أول خيار ثم اضغط OK. اختر الملف الذي وضعت، وعادة يكون مترخ على حسب التاريخ، مثلا تريد الثالث، آخر واحد أنا وضعته هذا هو بالوقت وبالتاريخ، اضغط عليه ثم اضغط OK. سيعمل استيراد لهذه الأسماء ووضعها على الجيميل الذي اخترت أو الهاتف على حسب ما اخترت سابقا. هذه الخطوة قد وضعتها أنا لتبيان أن الميزة موجودة في الجهاز، هذه الميزة فقط للأسماء، الرسائل ليس على كل حال أن تكون متواجدة، على حسب نوع الجهاز يوجد فيه هذه الميزة أو لا. تابع المزيد على موقع xq55.net.